غادي يجاوبنا غير على هذا السؤال. واش نتوما حكومه ولا عصابه؟ جاوبنا غير على هذا السؤال. حكومه ولا عصابه؟ هذا الشيء اللي بغينا نسمعوا. اذا احنا انفصاليين. لا واش نتوما اللي قلتوا؟ واش نتوما انفصاليين؟ كل قناه اللي بغيت نوصل للجماهير الشعبيه اللي كاينه في الريف او اللي كاينه في جميع المناطق المغرب او اللي خارج المغرب هو انه لا مناظره ولا حوار من غير اطلاق سراح المعتقلين. الى حد في هذه الساعه اللي كنتواجدوا فيها هنايا في مناظره ديال طنجه اللي لا تمثلني ولا تمثل ساكنه الحتيمه، وكنقول لا حوار مع اي كان من غير اطلاق سراح جميع المعتقلين. عاد تكون مناظره او لا يكون حوار او لا تكون شي حاجه، اما باش المعتقلين كيتشبروا يوميا يعني في هذه الساعه حاليا في العشيه دابا اليوم يعني تشبروا 12 الاصدقاء ديالنا 12 الاصدقاء ديالنا اللي تشبروا دابا في العشيه. كنقولوا اين مناظره واين حوار بلا اطلاق سراح المعتقلين؟ يعني عجيب هذا الشيء. وكنقول يعني للرئيس ديال المناظره او لاي واحد يعني اطلاق سراح المعتقلين هو الحوار هو المناظره هو كل شيء، اما شي حاجه اخرى فما كاين منها والو. وتحيه نضاليه لجميع المواقع اللي كتوصل الرساله كيف ما هي.